بعد بداية الحرب كان بحوالي سنة أيضا استشهد زوجي رحمه الله بسبب الحرب بقذيفة هاون. ويعني الآن أصبح معي فقدت الاثنين، فقدت العائل وفقدت المشروع اللي كنت أسترزق منه. الحمد لله طبعا ما فيش بيت في تعازي لو هي دخلت هذه المعمعة، معمعة الحرب، ويعني وصلها من الحرب ما وصلها. يعني كان نحن حظنا أنه ضيع رأس مال المشروع والمشروع ككل وكذلك العائل. جلست فترة لأنه كان الوضع كمان في تعز ما يؤهل نحن لا نخرج نشتغل ولا نبحث عن مصدر دخل أو وظيفة، فاضطريت أنني أوقف يعني لفترة تقريبا سنتين. وبعدين بديت أشتغل في مؤسسات خيرية وكذا لمدة 3 سنوات، وبعدين قررت أنني أرجع ثاني مرة أحاول أفتح مشروع، ولكن هذه المرة قلت ما بكررش نفس التجربة، ولكن خليني أجرب. الآن السوق الإلكترونية أصبحت في كل بيت وتستطيع المرأة أن تشتغل وهي في بيته، بحيث أنه في بنفس الوقت اللي أعول فيها أسرتي أكون قريبة من أولادي. يزمن النساء المكافحات من قبل الحرب وبعد، وما زلنا في الحرب كذلك. امتياز ما شاء الله يعني من النساء اللواتي كان لديهن مشروع في السابق، فأتت الحرب أوقفت كل شيء، ورغم ذلك لم تتوقف عن هذا الشيء، لم تعيقها الحرب تماما. شاهد لما يشوف الحاجة وهي تمشي وتتحرك يرتاح.